عنده أهمية كبيرة عماد في الجروب، معناتها جور متاع اكسبيريونس، معناتها يأثر الملاعبية الصغار وحتى شوتيرا يلدونا فوق، معناتها أكثر من البيئة من البيئة، معناتها تلقاه في لي مومون ديفيسيل معناتها مع أصحابه، سواء في لونترينمون في مقابلات كبيرة. تبارك الله عليه، معناتها كيف ما قلت أنت من الأماتور وصل الجور بروفيسيونيل، تعدى باساج باهي في النادي الافريقي، رجع الفريق ونجم متلاوي، قاعد يقدم مستويات كبيره. ان شاء الله معناتها يواصل على المنوال هذا، وتنتظرنا مقابلات جايه ان شاء الله نحتاجوه في باش نجم متلاوي يبقى في الرابطه المحترفه الاولى ان شاء الله. اكيد حتى الاولاد الصغار معناتها اللي ساكريفيس اللي عملهم، التضحيات اللي قام بهم، الدرج من الفرق الصغيره للفرق الكبيره اللي وصل معناتها التوج بألقاب. هذا ما يكون مثال، معناتها الجوالات الصغار اللي لازمهم يخدموا، لازمهم يصبروا، لازم يتحداوا برشا ظروف باش يوصلوا للوبجيكتيف نتاعهم.